السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا شباب سنة أولى، ده آخر معمل في الجزء الإلكتريك. ده بنتكلم فيه عن الكاباستنس. طبعا اتكلمنا إنه في حالة التو بارل بليتس، في حالة التو بارل بليتس الكاباستنس بتاعتهم هو إبسلون في الإس على دي. إبسلون البرميتيفيتي بتاعة الماتيريال اللي موجودة ما بين التو بارل بليتس في الاريا بتاعة البارل بليتس في اسف اوفر الدي اللي هو المسافة اللي ما بين التو بارل بليتس. لو وصلت التو بارل بليتس ببطارية هتبدأ تشحن شحنات موجبة هنا ويبدأ يترسب على البليت التاني شحنات سالبة. الشحنة اللي بتترسب دي بتتغير بناء على ايه؟ بتتغير بناء على قيمة الفولت ده. كل ما الفولت يزيد كل ما الشحنة بتزيد. وبرضو لقينا ان الكيو بتبروبورش مع البوتنشال او الفي، فرق الجهد. لو فرق الجهد تضاعف الشحنة بتتضاعف، وده اللي احنا عايزين نشوفه دلوقتي. بمعنى الكيو بتتناسب مع الفي، او ممكن نقول ان الكيو بتساوي ثابت في الفي. الثابت ده هو مين؟ هو الكاباستنس، قيمة الكاباستنس نفسها. طيب تعالوا نشوف الكلام ده. لو ضربت السي في الفي يديك قيمة الشحنة، السي في الفي يديك قيمة الشحنة، أو العكس لو بقى عندك شحنات مترسبة بالمقدار ده وفرق الجهد اللي كنت موصله كان 1 فولت، فبالتالي السي بتساوي كيو على في. طيب لو مسكنا الفولت، طبعا احنا عندنا كذا حاجة نقدر نغير فيها. عندنا الاريا بتوع البارل بليتس نقدر نغير فيها، الديسبليسمنت اللي موجودة ما بين التو بارل بليتس، فرق الجهد اللي بنوصل بيه التو بارل بليتس، نوع الدايلكتريك اللي موجود هنا، نوع الدايلكتريك اللي موجود ما بين التو بارل بليتس. تمام. تعالوا نتكلم على الاريا. الاريا دلوقتي اسف فرق الجهد الاول، فرق الجهد تعالوا كده نشوف ايه اللي هيحصل لما فرق الجهد يتضاعف. يعني هو كان 1، لو وصل لاتنين، وصل لاتنين تبص تلاقي الشحنة اتضربت في 2. خلي بالك الشحنة اللي قبل كده كانت 0.077 مايكرو كولوم، دلوقتي بقت 0.0354 مايكرو كولوم. طيب لو فضلت اكبر، لو وصلت بيها ل10 هتلاقي ان قيمة الشحنات اتضربت في 10. خلي بالك ان الشحنة كانت تقريبا نفس قيمة الكراسة بس بالمايكرو كولوم، بقت 0.177 اتضربت في 10. طيب ده اول كونسبت عايزين نبقى فاهمينه، انه الراشيو ما بين الكيو على الفي هي الكاباسيتنس. تمام. النقطة التانية، وده طبعا لأي كاباسيتنس، يعني التو كونسنتريك سفير، التو كونسنتريك سلندر، كل حاجة الراشيو ما بين الكيو على الفي هي السي او الكاباسيتنس. ولكن بالنسبة للتو بارل بليتس الكاباسنس ممكن تجيبها بعلاقة تانية، انه السي بتساوي ابسلون ايه على دي. ابسلون ايه على دي، الابسلون هو البرميتيفيتي بتاعة الدايلكتري اللي موجود ما بينهم في الاي او الاس ايا كان في الاريا. يعني الاريا هي الاريا بتاعة البارل بليتس ابسلون ايه على الدي. الدي هو الايه، السيباريشن ما بين التو بارل بليتس. فلما تيجي الاريا دلوقتي هنبدا انها باتنين، تعالى كده نشوف لما نبدا نكبرها. بص السي بتبدا تزيد تتغير، وكذلك الايه الشحنات، هي بقى قادر انه يشحن اكتر، قادر انه يشحن اكتر رغم انه نفس البوتنشال موجود، الا انه الكباستور دلوقتي يقدر يشحن
كمية من الشحنات أكتر من الأول، تمام؟ وهو ده طبعا الكونسبت اللي إيه، الكونسبت بتاع ال وصلت ل 16، يعني زادت من 2 ل 16 ضربت في 8، فتلاقي الكباسن زاد النوت ضرب في 8، تمام؟ وعشان بس ما اكونش قطعت الكلام، ده الكونسبت بتاع كل البطاريات، اذا كان بطاريه موبايل، بطاريه لابتوب، بطاريه اي جهاز، هو ده الكونسبت بتاعها، اللي هو الايه الكباسن سي، بقدر ارسب شحنات قد ايه، حتى بطاريه العربيه نفس الكونسبت ده، تمام؟ طيب يبقى اذا التغير بالنسبه للاريا تغير لينير، تمام؟ يعني كانت باتنين، ولو بصينا انها وصلت ل10، هتبص تلاقي انه حصل ايه، ضرب السي ضربت في 5، لانه الاريا زادت 5 مرات، تمام؟ هنفترض انها بالمقدار ده سي ب 0.142 مايكرو فرد. طب السيبريشن، للسيبريشن تبص تلاقيه كل ما بيزيد كل ما بايه، كل ما الكباسنس تقل. السيبريشن هنبدا نزوده كده، تعال نشوف، هما الاتنين عمالين بيبعدوا عن بعض، شايف الكباسنس ايه اللي بيحصل فيها؟ عمالة تقل، و inverse proportion مع الدي، يعني كانت الدي بواحد زادت ل10، الكباسنس اتقسمت على 10، خلي بالك كانت 0.142 بقت 0.0142. طيب اخر بارامتر، اخر بارامتر هنتكلم عليه هو الايه، الدايلكتريك. الدايلكتريك برضه هيبقى ايه، لينير بروبورشنال، كل ما كان بواحد كل ما يزيد كل ما ايه تضاعف، وهيوصل لغاية 10. لو وصل لغاية 10 هنرجع لنفس القيمة اللي قبل كده، اهي 0.142، تمام؟ طيب لو انا جيت اسألك في الاساينمنت اللي عندك مثلا، اقول لك امتى او ايه القيمه العظمى اللي هقدر اوصل ليها في الكباستور ده، هقدر اخد اكبر سي امتى؟ طبعا الجواب مباشره ان اخلي الاريا ماكسيمم، اخلي الديسبليسمنت ما بين التو بارل بليتس مينيمم، الفولت ما يفرقش معايا، ما بيأثرش في السي، والمفروض تقول لي كده، والدايلكتريك ماكسيمم ده اقصى قيمه للايه، للكباسنس اللي اقدر اوصل لها، ودي اكبر كميه شحنات اقدر اشحن بيها، تمام؟ يعني بمعنى السؤال لو كررته لك بشكل تاني، ايه اكبر سي قلناه، طب ايه اكبر كيو بقى؟ اكبر كيو تحصل امتى؟ اكبر كيو كمية شحنات، كمية الشحنات دي بتعتمد على حاجتين، الكيو بتساوي سي في الفي، سي في الفي، الفي اخليها ماكسيمم، السي اخليها ماكسيمم. السي ازاي اخليها ماكسيمم؟ زي ما انتوا شفتوا كده، السي ماكسيمم، ده اللي هو الجزء الاولاني اللي اتكلمنا عليه، ان الاريا تبقى ماكسيمم، الدايلكتريك الابسلون بتاعته تبقى ماكسيمم، السيبريشن يكون مينيمم، فده الماكسيمم سي. طب والماكسيمم في اوصلها لغايه 10 فولت زي ما انتم شايفين كده. فبكل بساطه السؤال هيبقى بالشكل ده، والجواب بتاعي هيبقى بالشكل ده، تمام كده؟ طبعا لما بغير الشحنات، اسف فرق الجهد، بيتغير كميه الشحنات اللي مترسبه على الايه، التوبرز. اتمنى ان الكونسبت يكون واضح، الدنيا تكون اوضح، السيميليترز دي تكون بتبين لك وبتقدر ان انت تتخيل الدنيا ماشيه ازاي. ولو في استفسارات انا معاكم، وعرفوني باي طريقه واجاوب لكم، اذا كان اعمل لها فيديو مخصوص او ان احنا نعمل ميتنج بحيث انه نجاوب على كل الاسئله في الخاصه ايه، خاصه بجزء الالكتريك، لانه خلاص مش هنتكلم تاني في الالكتريك. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.